أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة لقاء العمالقة في الشطرنج. كل فيديو بنستضيف أحد أبطال العالم وبنتكلم عنه، وبعدين بنستعرض أحد أدواره المشهورة والأخطاء اللي ارتكبها الخصم وإزاي هذا البطل استطاع إنه يستثمرها. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 17 هنستضيف فيه معجزة الشطرنج بول مورفي. بول مورفي أمريكي ويعتبر بطل العالم الغير رسمي، وهو اتولد سنة 1847 وتوفي 1884. يعتبر أفضل أستاذ شطرنج في عهده، ولديه تاريخ شطرنجي لامع ولكن مع الأسف قصير. تعلم شطرنج من خلال مراقبة والده وعمه وهم بيمارسوا اللعب، وأدركت عائلته فورا إن بول له موهبة كبيرة وشجعته على لعب الشطرنج. وعند سن 9 اعتبر افضل اللاعبين في ولاية نيو اورليانز. وعند بلوغه 12 هزم مورفي احد الاساتذة المجريين الزائريين في مباراة من ثلاثة ادوار، ولذلك تلقى مورفي دعوة للعب في المؤتمر الامريكي الاول للشطرنج في مدينة نيويورك. وهذه البطولة التي ضمت اقوى اللاعبين في امريكا، وفاز مورفي بالبطولة واكتسح جميع اللاعبين، وتم إعلان مورفي كبطل للولايات المتحدة في الشطرنج. وظل في نيويورك يلعب الشطرنج طوال عام 1857، فائزا بالنسبة الأعظم من مبارياته، واعتبره محب الشطرنج معجزة العصر. في سنة 1858 سافر مورفي إلى أوروبا ليلاقي أبطالها هوارد ستانتون وأدولف أندرسون. وأثناء خوض مفاوضات شاقة لترتيب هذه اللقاءات انهالت عليه الدعوات لزيارة المدن الأوروبية، وكان ضيفا على أمراء ووجهاء هذه المدن. وزار مورفي العديد منها وقابل كل لاعب قوي في أوروبا، وكان يفوز عليهم بسهولة. ورغم أن اللقاء مع ستاونتون لم يتم أبدا، إلا أنه تلاقى مع أندرسون في باريس وفاز عليه بسهولة. وتم الاعتراف بمورفي في أوروبا كأقوى لاعب في العالم، واعتبر بطل العالم الغير رسمي في الفترة من 1858 وحتى 1862. وعند عودته إلى أمريكا متوجا بالفخار، استمرت الجوائز تنهال عليه، وطاف كل المدن الكبرى يلعب الشطرنج في طريقه إلى نيو أورليانز فائزا على كل من يلاقيه. ولكن سرعان ما أعلن مورفي اعتزاله وهو ما زال شابا. وعلى الرغم من النداءات المتكررة من عشاق الشطرنج، إلا أن مورفي لم يعد أبدا للعب، وتوفي عن عمر يناهز 47 عاما، وحزن عليه جميع محب الشطرنج في العالم. ولكن يكفيه فخرا أن الشطرنجيين يضعونه بين أعظم لاعبي الشطرنج في التاريخ، وأطلقوا عليه اللقب التاريخي مورفي فخر وحزن الشطرنج. دور رقم 17. البطل الأمريكي بول مورفي بيلاقي بطل أوروبا الألماني أدولف أندرسون في باريس 1858، الدفاع استقلي. وبعد هذا الدور هنقدم استثناء من كل فيديوهات هذه السلسلة دور تاني مورفي، تحية وتقدير له. تعال نشوف عبقرية مورفي. E4 C5 الدفاع الثقلي، G4 CD4 Knight F3 Knight C6 Knight D4 E6 Knight B5 D6 Bishop F4 E5. نقلة متعجلة من أندرسون وبتضعف مربع D5، وطبعا الإضعاف ده هيستثمره مورفي بالتأكيد. Bishop E3 F5 Knight 1 C3، وهنا لعب أندرسون F4. دي كانت فكرة أندرسون، الفيل ملوش مستقبل على هذا الوتر ولازم يتراجع، يبتدي هو يعبق قطعه بسهولة. ولكن مورفي كان له رأي آخر. Knight D5، عاوز Knight C7 بشوكة للملك والرخ. F takes E3 Knight B C7 check King F7. وهنا لعب مورفي Queen F3 check،
وهنا وضح ان مورفي ما كانش بيسعى ورا الرخ، انما كان بيسعى ورا الملك. نايت اف 6 بيشوب سي 4، نقلات من نقلات مورفي العظيمة. ودلوقتي الملك اصبح تحت رحمة الكرش بالكشف، واندرسون رد نايت دي 4 عاوز الوزير، لكن مورفي عمره ما بيدافع. نايت تيكس اف 6 تشيك، كش بالكشف بالفيل دي 5. ودلوقتي قدامنا موقف غريب، الابيض بيهاجم باربع قطع لكن كلها مطلوبة وتحت التهديد المباشر، انما المواقف دي بالظبط هي اللي بتظهر فيها عبقرية مورفي. بيشوب تيكس دي 5 تشيك، كينج جي 6. لو الملك مجاش في الجي 6 وراح للاي 7 كان مورفي هيكمل نايت جي 8 تشيك، روك تي اكس جي 8، كوين اف 7 تشيك، كينج دي 6، كاسل لونج، والاسود هيخسر في كل التفريعات. ولكن في الموقف ده الاسود كمل كينج جي 6 وكمل الدور، كوين اتش 5 تشيك، كينج تيكس اف 6، اف تيكس اي 3. النقطة الهامة اللي كانت ورا تأخير مورفي القفز على مربع اي 3 ان الملك يجي في العمود اف، فتبقى النقلة بتنبه على الملك. مورفي بيلعب كل نقلة في توقيتها الصحيح، ودلوقتي هو طالب الحصان. واندرسون لعب نايت تيك سي 2 تشيك، شوكة للملك وللرخ. كان المفروض اندرسون بدل ما ياخد على السي 2 كان ممكن يصمد اكتر لو لعب كوين اي 7، لكن هو فضل ان يلعب نايت تيك سي 2 تشيك. ومورفي رد بكل بساطة كينج اي 2، وهنا وجد اندرسون انه لو اخد الرخ هيقع في شبكة المات، والنقلة الاولى هي روك اف 1 تشيك، ولذلك سلم. دور بيوضح عبقرية وموهبة مورفي، ولازم ناخد بالنا ان الدور ده كان في القرن ال19. ودلوقتي تعال نشوف الدور الخالد لمورفي. في عام 1858 وكان مورفي داخل أوبرا باريس بيشاهد أوبرا حلاق أشبيلية، وأثناء الاستراحة دعاه النبيل الألماني كارل الثاني دوق مقاطعة برونسويتش، وكان بيصاحبه الأرستقراط الفرنسي الكونت إسوارد دي فوفرارجي للقدوم إلى مقصورتهم ولعب دور شطرنج. وكان هذا الدور اللي بيلعبه مورفي أمام الاثنين بالتشاور، وبيسمى هذا الدور في التاريخ بدور الأوبرا بارتي دولوبرا. وبقدمه تحية لمورفي وهدية لأصدقائي المشاهدين. E4 E5 نايت F3 D6 D4 بيشوب G4 D takes E5 بيشوب takes F3. الكونت والدوق عاوزين يكسروا القطع سريعا قد يقدروا ان هم يوصلوا للتعادل، ولكن طبعا كلنا عارفين ان دي نقلة خاطئة. كوين تيكس اف 3 جي اي 5 بيشوب سي 4. طبعا مورفي بيتبع قواعد اللعب، واهم حاجة التعبئة السريعة، وافضل تعبئة لما تكون بتمبو. ودلوقتي هو بيهدد بتشيك ميت على الاف 7، ولكن الدوق والكونت عارفين ان من السهل الدفاع عن هذه المات وبنقل التعبئة ايضا، ولعبه نايت اف 6. وهنا لعب مورفي كوين بي 3، عاوز بيدق اف 7 وعاوز في نفس الوقت بيدق بي 7، والاسود المرة دي مش هيقدر يدافع عن الاتنين، ولذلك لعبهم كوين اي 7 بيدافعوا عن النقطة الأهم. لكن مورفي كمل نايت سي 3 بيعبق قطعه ومش مهتم ان ياخد على البي 7، وطبعا السادة النبلاء انتهزوا الفرصة ودافعوا عن البي 7 ولعبه سي 6. وكمل مورفي بتعبئة قطعه بيشوب جي 5 ورابط الحصان، ودي أول قطعة مربوطة للأسود في هذا الدور. بي 5 الأسود عاوز يطرد القطع البيضاء المهاجمة، ولكن مورفي عمره ما يدافع. نايت تيكس بي 5. بعد ما مورفي أخرج معظم قطعه للعب، أصبح دلوقتي في إمكانه أن يضحي حصان أمام بدائين. سي تيكس بي 5 بيشوب تيكس بي 5 تشيك،
ومفيش دفاع أمام الأسود غير نايت بي دي 7، ودلوقتي حصان دي 7 بقى تاني قطعة مربوطة للأسود. وكمل مورفي كاسل لونج، مورفي بيعبق وفي نفس الوقت بيدخل الرخ بتيمبو على الحصان المربوط، ولازم الأسود يدافع ولعب روك دي 8. ودلوقتي الحصانين المربوطين، مورفي هيحاول يختار أي واحد منهم، وكمل روك تيكس دي 7. مورفي بيضحي الفرق عشان ينهي الدور بطريقة أنيقة، روك تيكس دي 7. ودلوقتي الرخ دخل قائمة القطع المربوطة، وطبعا مورفي لازم يرد بنقلة قوية وهي روك دي 1، وبيزود الضغط على الرخ المربوط. والأسود لعب كوين اي 6، والنقلة دي حررت الربط عن الحصان وأصبح بيحمي الرخ. ولكن مورفي كمل بيشوب تيكس دي 7 تشيك، نايت تيكس دي 7. ودلوقتي الأسود حس بالراحة، انتهت الكشات بتاعت مورفي وهو متفوق ماديا حصان أمام بدائيا. ولكن مورفي كان محضر مفاجأة، حسبكم ثواني تتوقعوها. مورفي هنا كمل بكوين بي 8 اتشيك، وطبعا الاسود ما عندهوش غير ان ياخد الوزير، ومورفي لعب روك دي 8 تشيك ميت. دور رائع، كل ما بشوفه بحزن اكتر على مورفي اللي اعتزل وهو في العشرينات وكان ممكن يسرينا بادوار افضل وافضل. ارجو انكم تكونوا استفدتم من المعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة الدراسة مع المتعة، لقاء العمالقة.